يقول أتيت من اليمن وأنا أريد العمرة وأريد أن أجلس في جدة يومين، ومررت على ميقات اليمن ولم أحرم منه، لأني نويت أن أحرم من ميقات جدة بعد جلوسي فيها، فهل علي شيء؟ نعم، إذا كنت أحرمت من جدة وأنت جاي من اليمن بنية العمرة يكون عليك فدية، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيكون عليك فدية تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. نعم.